الحقيقة هو الموضوع حارق جداً، وأنتم تشوفوا ندوة في صميم الإشكال اللي نعيشوه توا في تونس. تعرفوا أن التعليم قطاع حساس جداً، وأي مس من التعليم من جهة الموارد البشرية أو من جهة الموارد المالية فمعناها أنك ضربت أكبر قطاعات حساسة. تونس تعرفوا أنها على الأقل منذ الإصلاحات الهيكلية دخلت في نسق تنازلي في علاقة بالتمويل العمومي لصالح المؤسسة التربوية. تعرفوا أيضا أن الفترة الأخيرة تقريبا من 2015 بالنسبة على الأقل الانتداب تعرفوا أن نشهد نقص كبير. تعرفوا أن النقابات تحركت في قطاع التربية، والوضع العام في علاقة بالموارد الخاصة بالمؤسسة التربوية أو في علاقة بالمدرسين أو في علاقة بكل ما هو تربوي بالنسبة للعائلة في الكتب المدرسية وما يحيط بالعملية التربوية من جوانب مالية في على اختلافات يعيش وضع فيه الكثير من التوتر. الآن نحن انضافت إليه الآن الوضعية السياسية الجديدة والحلول الاقتصادية اللي تقريبا بدأت ملامح أنها واضحة أنها مفروضة وذاهبة إلى سياسات التقشف، إلى مزيد على الأقل التقشف في التمويل العمومي. هذا في تونس احنا نجم الخلاصة نجم نصرح بها أنه لا يمكن أن يطبق هذا الأمر، مش لأن احنا كنقابات وكطرف اجتماعي ما عندناش وعي بأن الخيارات هذه فيها على الأقل معناها ضرورة، لكن في المقابل الوضع التربوي ما يسمحش بأي بالمس، لا يسمح مس من الموظف في ذاته اللي تقريبا تعرفوا أن من 2018 لا ثم مفاوضات اجتماعية ولا ثم زيادات. المدرس الآن في مطحنة في علاقة بالوضع الاجتماعي. المدرسة الآن في تونس أصبحت الأساسيات المتعلقة بالانتدابات في موردها البشرية كلها مدرسين وإلى غيره، وأيضا في تجهيزاتها. الآن ما كان بسيط في تونس كان عادي ومألوف، على الأقل في مستوى الطباعة، في مستوى التعامل مع الصبورة، التجهيزات الورقية. الآن نشهد تفقيرها، على الأقل السنة الفارطة شهدنا الأمر هذا بوضع. نشوف أي سياسة أخرى، أي إضافة للسياسات هذه معناه آليا هاو نخلص الأمر، معناه إغراق المدرسة في مأزق لا يمكن الخروج منها. تقترحون حل مثلا؟ الحل واضح، لا للمس من بعض القطاعات، معناها مش راه تخيير لهذا الامر، ولكن عندنا قطاعات احنا ناتي للتعليم وناتي للصحه والامن تقريبا على الاقل الثلاث قطاعات هذه المس منها مهما كانت الاكراهات، مهما كانت الاستحقاقات، ومهما كانت الاملاءات، اراه معناه تخريب بلد والقضاء على كل امال في مستقبل بلد. هون نعطيكم الآن قدوة، المدرسين في تونس الأساتذة النواب المدرسين النواب قدوة عندهم تحرك. تعرفوا أن على الأقل على كل ثم اتفاقية كان سابقة مع وزير سابق نص على دفعات، الآن وزارة التربية تخلت والحكومة هي تريد أن تتخلى حتى عن الألف هذا. معناه ماذا؟ معناه إبقاء تلاميذنا من دون مدرسين، إبقاء أقسام من تلاميذنا في مواد حساسة، معناه في النهاية إذا أنت قضيت حتى على المدرس ماذا بقي المدرسة؟